certaines marottes et l'advance en ligne d'appui à l'insertion des diplômés des formations organisées. اتفاقية شراكة جاية في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية اللي كتصر على تقوية القيمة المضافة أولا ديال القطاع وديال المنظومة الصناعية المغربية، وثانيا الالتقاء بالرأس المال البشري. كنشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللي هي أولا شريك أساسي بالنسبة الوزارة الصناعة والتجارة، ولكن شريك أساسي وعنصر أساسي في نجاح المنظومة الصناعية ديال بلادنا اللي فتحات الأبواب للمستثمرين باش يمكن لهم يستفدوا من الكفاءات الوطنية اللي عندهم إقبال كبير. وبالدليل والبرهان هاد الاتفاقية غتساهم أولا باش نعطيو فرص للشباب في إطار الانفتاح على مستثمر عالمي في التكنولوجيات العليا اللي غيواكب الشباب ديالنا باش يوصلوا يكونوا ناجين يشتغلوا معاه، ولكن ايضا هو عنده حاجه في هذه الكفاءات المغربيه اللي معترف بها عالميا، كيحجز عدد ديال الكفاءات اللي يمكن لهم يمشيو لبلاصه اخرى، وهذا في حد ذاته ايضا اعتراف للمنظومه الجامعيه ديال بلادنا، اعتراف للكفاءات ديال الشباب ديالنا، وتنزيل للرؤيه الملكيه الساميه. اتفاقية جايه في هذا السياق ديال التجاوب مع الجامعات المغربيه مع الطلبات ديال الطلبات وديال الشركات المغربيه والشركات الدوليه اللي تستثمر في المغرب. الغايه منها وهي كيفاش نقربوا التكوينات من المبتغيات ديال الشركات ديالنا، ونربحوهم الوقت باش يسيروا هاد التحولات اللي كاينه اليوم. هاد الاتفاقيه هي اتفاقيه يعني درنا اتفاقيات اخرين وبغينا نزيدو نكملوا، بغينا التكوينات تكون ملائمه مع سوق الشغل، وبغينا حتى نستبقوا سوق الشغل، لان بحال هاد الشركات اللي عندها تجربه كبيره واللي شركه عالميه اللي عندها مراكز في جميع الدول هي اللي غادي تكون عندها الكفاءه باش الاستباقيه تقدر تربحنا الوقت وتربحهم الوقت ايضا. وهاد الشباب ديالنا راه كتعرفوا الكفاءه ديالو، خصنا غير نعطيو الفرصه باش الثقه باش يرك مشتو سيدنا الله ينصرو كيتكلم على الجديه وعلى الثقه في النفس، وهذا هو اليوم اللي كنخدموا عليه في الجامعات المغربيه وفي وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كيفاش نقويو من القدرات ديال الشباب ديالنا، وبالخصوص كيفاش نمكنوا الشباب ديالنا باش يواجه التحديات، لان كتشوفوا التغيرات الكبرى اللي كاينه اليوم ماشي غير في الذكاء الاصطناعي، هي في جميع المجالات.